أهلا بكم. سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب سور القرآن الكريم، والسورة الحقيقة تناولت موضوعات كثيرة جدا في سياق تصحيح العقيدة وفي التمييز بين المجتمع المسلم فكريا وتنظيميا. السورة تكلمت عن غزوة أحد وصححت مفاهيم النصر والهزيمة وعدم ارتباط الإيمان والحركة بوجود الرسول عليه الصلاة والسلام من عدمه، زي ما قالت الآية الكريمة رقم 144، الآية اللي بتقول وما محمدا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. الآية دي آية عادية جدا، هو أنا قلبت برنامج ديني؟ لا، بس الآية دي أراها إمام في مسجد اسمه السلام، أحد مساجد تونس، لكن سعادته الأخ الكبير في تونس غضب من لفظ انقلبتم وقال لك يقصد ايه الجدع ده بانقلبتم، بيرمي على مين بانقلبتم، وطلع قرار بإقالة الإمام. للحق زي بقول لك ده ما حصلش في مصر، إنما حصل في الشقيقة أو في شقيقه اللي لسه منضم حديثا لنادي عصابة المستبدين. أنا ما جبتش حاجة من عندي، ده الخبر هو اللي بيقول إعفاء إمام مسجد تونسي بسبب تلاوة آيات بها لفظ انقلاب. تفصيل الخبر عشان بس ما حدش يقول لك جبت الخبر منين، أهو بص أعفى، اطلع سنة شوية عشان الخط اللي في النص ده اللي عامله الأخ عطوي، اطلع شوية. أعفت السلطات التونسية إمام مسجد في إحدى المحافظات بسبب تلاوته آيات تحوي لفظ انقلاب خلال أداء صلاة بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجرية السبت الماضي بحضور وزير الشؤون الدينية. وأكد إمام خمس جامع السلام بمحافظة نابل بشرق البلاد محمد زين الدين أنه قام بتقدم صلاة المغرب السبت الماضي بحضور وزير الشؤون الدينية وتلا الآيتين 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية. وبعدين كمل الخبر بقى، كمل يا أستاذ بلاي ليست. راح جاله الراجل بتاع وزير الشؤون الدينية والمالية قال بقول لك إيه، أنت تقعد شوية كده، يعني إيه تريح شوية. إمام المسجد شرح اللي حصل في تصريح لبرنامج إذاعي وقال إن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشقابي ده ولا الشنابي هزر معاه بعد الصلاة حول الآية وقال له يا شيخ من الأفضل إنك أنت تتجنب الآيات دي بتزعل الناس يعني. لكنه تفاجأ لاحقا بإن جاله اتصال من سلطات المحافظة بتقول له بص بقى يا معلم، المعلم مبسوط منك قوي وبيقول لك خد أجازة 10 أيام إجبارية لحين النظر في شأنك. قدمت صلاة المغرب دائما مراتب قمت أنا صليت الآية الأولى قل لهم مالك الملك في سورة آل عمران والآية الثانية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في نفس السورة، ولما متعود نقرأ الآية تضمها ما عندي حتى مشكلة. قمت لا لا كمل أقرأ لي بربي الآية الكاملة قل اللهم مالك الملك تنزل الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذه الآية الأولى قريتها في الركعة الأولى. والركعة الثانية قريت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حد شيء من غير حد لا كلموني في التليفون قالوا لي ارتاح 10 ايام وتو نشوفه كيفاش. الحقيقه يعني اللي مش فاهمين ممكن حد ما يستعصي عليه اللهجه التونسيه، يعني الراجل يعني قال له بعد كده جاله تليفون من المحافظه الاخ الناس مبسوطه منك جدا بتقول لك ريح بقى. القرار الغريب ده اثار سخريه وغضب التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف تعليقاتهم بس يا رب نعرف نترجمها. ايه قرانيه اقلقت الفشل الاغبياء
بتاع قيس سعيد بعد يومين الإمام كلموه المعتمدية وقالوا له ارتاح على روحك حتى نشوف موضوعك. هذه كانت تصير في عهد بن علي، واليوم وزراء قيس يعيدون نفس الأساليب، وقع اليوم تنفيذ الإعفاء. ده حكيم. الانقلابين أعداء الشعوب يخافون حتى من آيات القرآن. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أصبحت كلمات الحق تجعل الظالمين في رعب أشرف. لهذه الدرجة الدكتاتور الصغير يخشى من الانقلاب؟ أيوة يخشى من الانقلاب. قيس سعيد عداءه، أو يعني هو أحدث المنضمين لنادي المستبدين العرب، هو بيوسع العداء مع الشعب، مع الشعب التونسي، من أئمة المساجد للسياسيين حتى القضاء، واللي رفضوا تنفيذ مرسوم سعيد بإعفاء عدد من القضاء قالوا إن قرارهم يعني نهائي ولا يقبل الطعن. المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس تعليق قرار الرئيس ضد القضاء نهائي ولا يقبل الطعن. يا حضرات، نادي المستبدين العرب اللي بقاله 70 سنة الحقيقة مستمر وبينضم ليه أعضاء جدد. باركوا لأخوكم المستبد في تونس.